السلام عليكم ورحمة الله. أثارت زيارة العاهل السعودي لمصر الكثير من الجدل الإعلامي والسياسي على المستوى العربي وكذا الدولي، لما لها من أهمية على الصعد المختلفة. حال السياسة لهذا المساء يناقش ارتدادات هذه الزيارة على القضية الفلسطينية على نحو خاص وسائر قضايا الأمة عموما، دون أن نغفل الحديث عن دور مصر في المصالحة الوطنية وكافة ما يتصل بهذا الشأن. ضيفي لمناقشة ما سلف سعادة السفير الأستاذ وائل عطية، سفير مصر في دولة فلسطين، وسيكون معي من قطاع غزة على الخط الهاتفي الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أكرم عطلة. لكن سأبدأ بتقرير يسلط الضوء على أبعاد زيارة الملك العاهل السعودي إلى جمهورية مصر العربية. وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس المنصرم إلى العاصمة المصرية في أول زيارة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة. الجانب السعودي أكد أن الزيارة تكتسب أهميتها من التاريخ المميز لعلاقات البلدين وثقلهما على الصعود العربية والإسلامية والدولية، بينما أكد الجانب المصري أنها تحظى بتقدير مصر قيادة وشعبا. وقد استحوذت القمة السعودية المصرية على اهتمام عربي ودولي نظرا لبحثها في الملفات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى توقيع 17 اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه أشاد الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم باللقاء المصري السعودي قائلا: نرى في نتائجه بارقة أمل في تعزيز الأمن القومي العربي وإعادة الأمل لاستقرار المنطقة، بما ينعكس إيجابا على القضية الفلسطينية. وأضاف عبد الرحيم: إننا نتطلع إلى إنهاء الانقسام ونعمل من أجل ذلك بكل قوتنا وبلا ملل، وهذا يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها بشكل صحيح وكامل وعلى كل المستويات، والذهاب إلى انتخابات ديمقراطية ونزيهة على جميع الأصعدة. في ذات السياق، كشف عضو الهيئة القيادية لحركة فتح يحيى رباح عن زيارة مرتقبة لوفد من الحركة للقاهرة للتشاور مع مصر حول ما وصلت إليه حوارات المصالحة مع حماس، وأكد رباح أن مصر ستبقى الراعية الأولى والوحيدة للمصالحة. هذا وبدأت قوات الأمن التي تديرها حماس في قطاع غزة بالإضافة لعناصر كتائب القسام بتعزيز إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع سيناء، بعد أيام من ختام مباحثات أجراها قادة من الحركة مع المخابرات المصرية الشهر الماضي في القاهرة، عدا عن إعلانها عن فك ارتباطها بالإخوان المسلمين. القيادي في حماس حسام بدران قال إن هناك صعوبة في فهم موقف حماس في موضوع المصالحة وحرصها على إنجاز الوحدة الوطنية والخروج من حالة الانقسام. حماس تظهر حرصها على فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر بعدما تدهورت منذ منتصف عام 2013، عندما عزل الرئيس المصري الإخواني الأسبق محمد مرسي الذي كان على علاقة وثيقة مع حماس. وأظهرت تصريحات مسؤوليها لاحقا حرصها على إيصال رسائل علنية مرضية لمصر وتعبر عن توجه جديد، بدأت بإدانة اغتيال النائب العام هشام بركات والتأكيد على أن غزة لن تكون منطلقا لأي أعمال ضد القاهرة. على ما يبدو أن هناك تياران رئيسيان داخل حماس، الأول يضغط باتجاه إيران وحزب الله، والآخر مع مصر والسعودية. التباينات داخل حماس بدت واضحة حول المحاور والجهات التي يجب أن تنتمي إليها الحركة، وهذه التباينات قد فتحت بابا لتفاقم التوترات داخل حماس في الآونة الأخيرة. سعادة السفير وائل عطية، سفير مصر في فلسطين، أهلا بك إلى حال السياسة لهذا المساء. الزيارة واضح أنها هامة، تحمل الكثير من الدلالات، وإلا لما كان كل هذا الاهتمام الإعلامي العربي وكذا الدولي بهذه الزيارة التي حملت كما قلنا الكثير من المعاني، سنأتي عليها في سياق حال السياسة ما أسعفنا الوقت بالتفاصيل أقصد. لكن أود أن أبدأ فيما خص العلاقة الفلسطينية المصرية. ثمة من شكك بحقيقة هذه العلاقة، وهي علاقة كما يعلم الجميع علاقة تاريخية. مصر هي عمقنا القومي، عمقنا الاستراتيجي، سندنا السياسي، سندنا في كل بكل المعاني. الآن ثمة من يشكك بأن هناك فتور يشوب العلاقة الفلسطينية الرسمية مع جمهورية مصر العربية. ضعنا في حقيقة العلاقة الآن.
أولا أشكرك على السؤال ده، لأن أنا سمعته بيتردد مؤخرا بشكل ملفت للانتباه، وبدون وجود أي سند لمثل هذه المقولات. يعني الاتصالات دائمة على أعلى المستويات بين مصر وفلسطين الرسمية، ما بين الرئيسين، وزراء الخارجية، على مستوى كافة الوزراء من الجانبين، في تفاهم تام حول سبل التحرك، في دعم المطالب الفلسطينية المشروعة في المحافل الدولية، في تفاهم تام وتنسيق تام بشأن كيفية المضي في هذا التحرك، وأيضا فيما يتعلق بالتعامل مع الاحتلال وانتهاكاته المستمر. بصفة بصفة عامة عامة، ما عندناش في مصر أي نوع من الحساسية من التعامل مع الجانب الفلسطيني، ولا وبالعكس صحيح طبعا، إن في شفافية تامة في التعامل والتنسيق زي ما قلت على أعلى مستوى. اللي بيرددوا هذه المقولات هم بالتأكيد بيحاولوا إن هم زي ما نقول يصطاد في الماء العكر، يعني بيحاول يختلق أشياء تدور في في ذهنه ذهنه. فقط لمجرد إن هو يشكك في مثانة هذه العلاقة. مصر من حيث المبدأ لديها لديها موقف واحد، وهو دعم القيادة الفلسطينية الشرعية التي اختارها الشعب الفلسطيني لنفسه. وأيا كانت هذه القيادة فنحن دائما معها وننسق معها ونتشاور معها وندعمها في كافة المحافل وبمختلف الأوجه الممكنة. أشكرك على التوضيح سعادة السفير. أود أيضا أن أعرج على الزيارة التي قام بها وفد من الإخوة في حركة حماس إلى العاصمة المصرية. التقوا مسؤولين رسميين مصريين. طبعا كلنا يقدر حساسية هذه الزيارة والأبعاد التي تحملها، لأنها تأتي في ظل ظرف غير طبيعي، لكن بغض النظر عن كل ما سلف نحن مع علاقة واضحة مع جمهورية مصر، أقصد علاقة حماس، بغض النظر عن طبيعة الخلاف والانقسام الوطني، لأننا نعتقد بأنه إذا ما كانت هناك علاقة سوية ما بين حماس ومصر فإن ذلك ينعكس بالإيجاب على موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية. هل هذه الزيارة انتهت إلى ما من شأنه أن يقودنا إلى ذلك الأمل القائل بأن لا، ثمة بوادر قادمة تقول بإنهاء الانقسام؟ والله فيما فيما تقول يتعلق بملف المصالحة، ملف المصالحة في البداية كان طلب فلسطيني من الفصائل الفلسطينية نفسها، لأن مصر تكون هي الراعي لهذه الجهود، وبالتالي متى توفرت الإرادة والرغبة لدى الطرفين لتحريك ملف المصالحة فمصر دائما جاهز. الفترة الماضية كان في شد وجذب بين الأطراف، وما كانش فيه رغبة في دفع هذا الملف. الآن يقولون لنا أنهم يريدون تحريك هذا الملف، وبالتالي مصر لن تتوانى عن لعب دورها في التقريب بين الطرفين والتوصل إلى ما ينهي الانقسام الفلسطيني. زيارة وفد حماس هي زيارة، يعني أعتقد أن كان فيها جزء كبير من التضخيم. الهدف الأساسي بالنسبة لمصر هو عندنا شكاوى محددة تم توجيهها لسلطة الأمر الواقع في غزة، وكان دائما يتم إنكارها، فكان لابد من الحوار وإيضاح الجوانب لدينا وسماع الردود فيما يتعلق بتلك القضايا. وده كان الهدف الرئيسي من هدفنا إحنا على الأقل كمصر من الزيارة. ما قيل بقى بعد كده في حول هذه الزيارة، يعني في قدر كبير من المبالغة، ويمكن أنا هربط يعني كلامي في إجابتي على هذه النقطة بالسؤال الأول اللي أنت طرحته،
علاقة مصر مع أي طرف فلسطيني لا تأتي خصما من علاقتها بطرف آخر. صح. ففي النهاية إذا كان في حوار بدأ مع سلطة الأمر الواقع في غزة، فلا يعني ذلك بأي حال من الأحوال إن ده بيأتي خصما من علاقة مصر الوثيقة، وأكرر الوثيقة، بالقيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية. طيب، بعد أن نكدني وشك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أكرم عطالله من قطاع غزة معي على الخط الهاتفي. أستاذ أكرم، مساء الخير. مساء النور لك وللضيف الكريم ولجميع السادة المشاهدين. الله يخليك. سؤالي أستاذ أكرم، ونحن بصدد الحديث عن زيارة وفد حماس إلى جمهورية مصر العربية لأسباب نعلمها ولا داعي لتكرارها، هل السؤال المباشر هيك بدون أي مقدمات، هل حماس قادرة على تحمل تبعات علاقة طبيعية مع مصر؟ أنا بعتقد من الصعب تصور سوية العلاقة خلال المرحلة القادمة. ما جرى هو استكشاف لإمكانية أن يكون هناك علاقة سوية. هذه العلاقة تندرج في إطار محاولة الجس النبض المصري لحركة حماس إذا كانت مستعدة لتلبية استحقاقات هذه العلاقة. أنا أعتقد أنه الاستحقاقات كبيرة، ولا أتصور، لأنه استمعنا معظم قيادات حركة حماس ما بعد الزيارة لم يفهم أنه عفوا أن الحركة مستعدة عفوا أو هدف، بمعنى أنه هناك مثلا سلسلة من الاتهامات المصرية، هناك اتهامات مباشرة. مدى قدرة حركة حماس على التعاطي مع هذه الاتهامات أولا يحدد طبيعة العلاقة القادمة، وأنا بتصور أنه أن هذا الموضوع شائك ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، وبالتالي طالما يحتاج الكثير من الوقت للمعالجة نتحدث عن وقت طويل. المسألة الثانية أنه علينا أن لا ننسى أن هذه العلاقة إذا ما نشأت، ومن الصعب تصور علاقة سوية، أنا أقول هي علاقة بين الدولة المصرية وبين قوة تنتمي بشكل أو بآخر لحركة الإخوان المسلمين، في تخوض معها الدولة المصرية صراعا كبيرا، يتطلب فك ارتباط كامل من قبل حركة حماس مع حركة الإخوان المسلمين. يعني حركة حماس جاهزة للحديث عن فك الارتباط هذا، ولكن تبقى حركة حماس حركة إسلامية دينية. هل يمكن أن تتعاطى مع الدولة المصرية مع الحكم المصري القائم بإصبح حكما حياديا؟ أنا أعتقد أنه بالمعنى العاطفي من الصعب يعني أن يعني ترى أنه قادة الإخوان بالسجن وتتعاطى مع الدولة المصرية بهذا، لا يعني ربما يكون أمر. المسألة الثالثة أنه هناك تعاون مثلا حماس تركيا قطر، تدخل حماس سمحت بهاتين الدولتين لأن يكون لهما وجود في قطاع غزة، هذا مزعج للدولة المصرية، ومصر تتعامل مع قطاع غزة باعتبارها جزء من الأمن القومي المصري، وأي نفوذ لهاتين الدولتين. ومطلوب من حركة حماس أيضا أن تفك ارتباط كامل مع هاتين الدولتين، هل هذا سهل على حركة حماس؟ يعني بس الأهم من ذلك أنه السلطة الفلسطينية باعتبار أنه الجمهورية الفلسطينية تتعامل معها كما قال سعد السفير باعتبارها والنظام الرسمي الفلسطيني، وبالتالي أيضا هذا يؤخذ بعين الاعتبار بحساب معين أنه السلطة الفلسطينية لأي مدى يمكن أن يذهب الطرفان بهذه العلاقة. أنا أعتقد أنه يعني أمام تعقيد كبير جدا. الأهم أنه واقع قطاع غزة، واقع حركة حماس، مثلا إحدى المطالب التي استمعنا إليها طلبت مصر من حركة حماس أن تسلم معبر رفح لحرس الرئاسة وللسلطة. الحركة حماس حتى تتعاطى بشكل سوي مع حركة حماس، هل حركة حماس مستعدة للتجاوب مع هذا المطلب؟ أنا أعتقد أنه من الصعب لأسباب كثيرة طبعا. طيب المصالحة الفلسطينية، والمصالحة هذا موضوع آخر وموضوع كبير جدا، ملف المصالحة مضبوط عند مصر، ولكن مدى استعداد حركة حماس التعاطي مع الملف وفقا لما هو مصر وفقا للرؤية المصرية، أنا أظن أنه هذا أيضا يعني قضايا كبيرة جدا. ممكن نقول أنه يعني ما استمعنا إليه باختصار جملة ما تحدث بقادة حماس أنه الزيارة لم تنتهي يعني إلى شيء،
الى نوع من استكشاف هل يمكن اقامه علاقه ام لا. هذا من هون يتحدد بنعم على ما تقدم حركه حماس ومدى استعدادها للاستجابه للمتطلبات المصريه. وانا بعتقد يعني لم ينشر حتى اللحظه، لكن بعتقد انه ما قيل في القاهره كثير والمتطلبات كبيره جدا، من الصعب تصور انه الحركه قادره على تلبيه، كما انه الجميع يامل ان تستطيع حركه حماس تلبيه يعني بناء علاقه سوية مع مصر. لماذا؟ لأنه حركة حماس هي التي تحكم قطاع غزة، حكمها لقطاع غزة أدى إلى إغلاق معبر رفح. شوف موقفها من حركة الإخوان مما حدث من الثورة، موجة الثورة الثانية في مصر أدى إلى تجديد الإغلاق، وبالتالي إذا ما تحسنت العلاقة بالتأكيد هذا سيكون انفراج إنسانية لصالح المواطنين في قطاع غزة. هي مقاربة صعبة بصراحة، لكن لابد أن تحسم حماس أمرها في نهاية الأمر. عليها أن تفاضل ما بين يعني انضواءها تحت عباءة الإخوان المسلمين وتعاطيها مع هذه الدولة أو تلك، أو أن تختار علاقة طبيعية مع مصر لجملة من الأسباب، ليس أقلها أن مصر هي منفذها الوحيد والرئة التي تتنفس منها حركة حماس، إضافة إلى أيضا أنه العلاقة سوية مع مصر أو علاقة طبيعية مع مصر، هذا يعني أنه علاقة طبيعية يعني تجمع الكل الفلسطيني إلى 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 ذات المائدة. على كل حال أنا أود أرجو أن تبقى معي أستاذ أكرم، لأني بدي أحكي معك أيضا فيما خص زيارة العاهل السعودي التي أثارت كل هذه الجلبة الإعلامية والسياسية على المستوى الكوني عربي ودولي، أقصد لزيارته لجمهورية مصر العربية وما تم خلال هذه الزيارة. أود إليك سعادة السفير وائل عطية، الكثير من الجلبة السياسية والإعلامية، ثمة من انحاز بالكثير من الحماسة لهذه الزيارة لزيارة العاهل السعودي لمصر العربية، وهي زيارة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في العربية السعودية، وثمة من هاجمها. لكن بالمجمل، هل لنا نعتقد بأنها فعلا تستحق كل هذا الضجيج، تستحق كل هذا الجدل؟ هل لنا نعتقد بأنها زيارة أنتجت، أقصد هنا بالمعنى القومي العروبي، أنتجت ما كنا نشتهي أن تنتج مثل هكذا زيارة؟ هي زيارة لسه لم تنتهي، بس هي طبعا لأن هي ممتدة لعدة أيام، إنما هي بالتأكيد زيارة مهمة، بتأتي في مرحلة مفصلية في المنطقة العربية، في محاولات لحلحلة ملف الأزمة السورية، جهود مشتركة تبذلها مصر والسعودية ودول أخرى في المنطقة وخارجها، أيضا فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، الأوضاع بصفة عامة في المنطقة العربية ككل، ليبيا وغيرها. فبالتالي هناك جملة من القضايا التي تبحثها هذه القمة، وتأتي هذه الزيارة لكي يعني ترسم ملامح التوافق المصري السعودي حول تلك الجوانب. ده من الناحية السياسية والإقليمية. التقارب المصري السعودي دائما بيكون في صالح القضية الفلسطينية، لأن دائما القضية الفلسطينية لا تكون غائبة عن أي حوار مصري سعودي، وأي تقارب هو في النهاية بيخدم هذه القضية. أضف لذلك أن في جملة من القضايا الثنائية بين مصر والسعودية القمة اللي بتيجي برضو بتتناولها، سواء فيما يتعلق بالاتفاقيات التي يعني المخطط لتوقيعها خلال الزيارة، أو في حجم الاستثمارات السعودية، أو في غيرها من قضايا تجري مناقشتها في هذه الزيارة. بصفة عامة المنطقة العربية تحتاج، والعمل العربي المشترك يحتاج إلى ركيزة للانطلاق، ودائما ما كانت على الأقل في العصر الحديث نقطة الانطلاق دائما هي التوافق بين مصر والسعودية. طيب الأستاذ أكرم، كما قال سعادة السفير، يعني تم البحث في الكثير من القضايا الهامة على المستوى العربي، ملف الأزمة السورية،
الأزمة الليبية والأزمة اليمنية، تم البحث في العديد من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية أيضا. لكن أنا سؤالي اليوم، وحدانية الجهود السعودية عندما يحدث هذا التقارب الذي نشتهي، وحدانية هذا الجهد السعودي المصري، ونحن نتحدث عن ثقل سياسي واقتصادي على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي، عندما نقول المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وحدانية هذه الجهود كيف لها أن تنعكس بالإيجاب على القضية الفلسطينية، ليس فقط على ملف المصالحة ولكن أيضا على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانظر إلى هذا الانسداد الحاصل في الأفق السياسي منذ يعني أشهر طويلة، و يعني ثم شلل كامل على صعيد المسار السياسي. هل وحدانية الجهود السعودية المصرية لها أن تحرك المياه الراكدة الآن؟ شوف، أنت تتحدث عن عاصمتين كبيرتين ومركزيتين في الإقليم، صحيح، ولا يمكن يعني اتخاذ أي قرار عربي دون القاهرة ودون الرياض، خصوصا بعد تحطم بغداد وما يحدث، احتراق دمشق يمكن أن نقول. وأنا أعتقد أنه خلال السنوات الماضية كانت الدول العربية مشغولة، وبكل أساس السعودية انشغلت بقضايا فرعية ثانوية في اليمن وفي سوريا، وكان بالنسبة لها دائما نقول صراحة إسقاط بشار الأسد أهم، وتحرير دمشق من بشار أهم من تحرير القدس من بنيامين نتنياهو. كل ذلك فرحبنا كل الجهود العربية والدعم العربي والإعلام العربي والمال العربي، كله مندفع باتجاهات بعيدة عن القضية الفلسطينية. الآن بدأت تهدأ، يعني زلزال بدأ يهدأ في الإقليم، وبالتالي تعاد الأمور. السعودية حاولت ربما ذهبت بعيدا، ثم العودة الآن اتجاه مصر يمكن أن تعيد توازن الحالة العربية وتعاد صياغة أولوياتها من جديد. الأولوية العربية تاريخيا القضية الفلسطينية، ما كانتش لا القضية اليمنية ولا الليبية ولا السورية قضايا يعني مفتعلة وقضايا هامشية وفرعية، وهدفها كان تحطيم الإقليم وتحطيم الوطن العربي، وثبت ذلك. وكمان القاهرة كانت مستهدفة، لكن يعني نجح الجيش المصري بأن تجاوز، يعني كل العواصم العربية الثقيلة والقوية كانت مستهدفة الحقيقة. والآن نحن أمام قوتين عربيتين، صحيح يمكن أن يستفاد منها. وأنا بقرأ رد الفعل الإسرائيلي مثلا على إقامة جسر الملك سهل، لا بيضيق حركة التجارة ولا بيغلق مضايق تيران، بالعكس يبقيها مفتوحة، ولما تجاوز هذا الجسر اتفاقية كامب ديفيد خصوصا البند الخامس. ولكن ترى أنه هذا الرابط الوحيد بين العرب، بين دولتين، بين قوتين، بين عاصمتين، بين العرب في أفريقيا وبين آسيا، بعدما تمكنت إسرائيل من إحداث يعني بالمعنى الجغرافي الجيوبوليتيكا السياسية، وضعت إسرائيل في منتصف الخارطة، قسمت العالم العربي إلى قسمين عدم أي اتصال بينهما، هذا أول اتصال. وبالتالي عندما تتحدث عن قوتين كبيرتين وعظيمتين بهذا الحجم، بالتأكيد القضية الفلسطينية أول أولويات الملفات العربية، يمكن أن ينعكس ذلك بشكل مباشر وغير مباشر لاحقا. بدي أسألك سعادة السفير، يعني وقد تطرق إلى قضية الانتقاد إسرائيل التي اعتبرت إقامة الجسر بمثابة إعلان حرب عليها، بماذا يضير إسرائيل يعني هذا الجسر ما بين الأراضي السعودية والأراضي المصرية؟ أعتقد أن يعني طبعا أنا ما أقدرش أتكلم بلسان إسرائيل، إنما أعتقد أن يعني الناظر لأي معارضة من لمثل هذا التقارب بين والوصل بين مصر والسعودية هو رغبة في تفعيل الوجود الإسرائيلي والاستفادة منه في قلب الوطن العربي بهذه الصورة الجغرافية التي تتواجد بها حاليا. فهو يريد أن يستثمر تواجده في أنه هو يكون هو حلقة الوصل، ولا أن تتجاوزه حلقة الوصل بين الدول العربية. وده بيأتي في إطار طبعا الرؤية الأوسع لسلام اقتصادي إقليمي تكون إسرائيل جزءا منه، بغض النظر عن السلام السياسي وحل القضايا المتنازع عليها فيما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة. فأعتقد أنه هو ده في النهاية هو بيصب في هذا الاتجاه.
أي جوانب أخرى قد تذكر فيما يتعلق بجوانب أمنية أو غيره؟ أعتقد أن الأمور الأمنية والمحاذير الأمنية دائما ما تثار حول كل القضايا، ولكن في النهاية دور المتخصصين الأمنيين هو البحث عن كيفية سد الثغرات الأمنية. وبالتالي إذا كان لمثل هذا الجسر أي جوانب أمنية، أعتقد أن من السهل جدا التشاور حول كيفية تجاوزها ودرء أي عيوب. طب لكن سيادة السفير، بمعزل عن سائر المبررات التي ساقتها تل أبيب سواء كانت أمنية أو غير أمنية، كيف تنظر مصر إلى هذا الموقف الإسرائيلي المستهجن الذي ذهب إلى حد وصف الأمر بأنه إعلان حرب عليها؟ أعتقد ده مبالغة يعني زيادة من ممن خرجوا بهذه المقولة، وعدم يعني إدراك لواقع متانة العلاقة بين مصر والسعودية سواء تاريخيا أو ثقافيا أو خلافه. طيب، القاهرة والرياض مركز الفعل السياسي والثقل المالي والاقتصادي على مستوى المنظومة العربية بشكل عام، لكن يعني أيضا رصدنا من بين ردود الفعل أن ثمة ململة في بعض حواضر العرب وفي دول أخرى أيضا غير عربية، وفي أيضا بعض الجماعات الأخرى التي انتقدت الزيارة. هذا الانتقاد في أي سياق يمكن لنا أن نفسره؟ احنا قلنا في البداية أنه هذه مصلحة عربية وتصب في خدمة العمل العربي المشترك، هذا العمل العربي المشترك دون ما ذلك، دون ما عمل عربي مشترك لا يمكن لنا أن يعني احنا، وخاصة في القضية الفلسطينية، لا يمكن لنا أن نعتقد بأن يعني تقدم ما سيحصل. حتى على صعيد المصالحة الوطنية لا يمكن لنا أن نعتقد بأن شيء ما سيتقدم. على مستوى ما يجري في الساحة العربية لا يمكن أيضا لنا أن نعتقد بأن حال العرب سيصلح هذا الحال وسيصار إلى حل. طالما وأنت قلت سعادة السفير أنه من بين المسائل التي كانت مطروحة على جدول العمل الملف السوري والأزمة السورية، الأزمة اليمنية، كذلك الأزمة الليبية، وأنا أفهم أنه كمان ما يجري في العراق وما يجري في سائر الدول العربية الأخرى كان مطروح، كيف لنا أن نفسر النقد الذي وجه من بعض الحواضر العربية وغير العربية إلى هذه الزيارة؟ يعني التفسير المنطقي الوحيد هو أن لدى البعض أجندات خاصة ضيقة تتعلق بقضايا يريدون تسويقها، أو أن هم يريدون تحريك المنطقة العربية تجاهها. ولكن التقارب المصري السعودي بيعني إعادة التوازن للمنطقة العربية واتزان التحرك العربي ككل، لما للدولتين من ثقل، وبالتالي هو يخشى هذا الثقل ويخشى هذا التقارب وآثاره على أجنداته ومصالحه الضيقة التي لا صلة لها بالمصلحة العربية الكلية. لابد وأن لك رأي أستاذ أكرم فيما خص أولئك الذين انتقدوا زيارة العاهل السعودي لجمهورية مصر العربية الممتدة كما قال لنا سعادة السفير، وما أنتجت حتى الآن، أنتجت الكثير بصراحة. أنا لا أتحدث فقط عن الاتفاقيات الاقتصادية، وإحنا عندما يتعافى اقتصاد مصر نتعافى نحن، عندما تتعافى الدولة المصرية نتعافى نحن. بالتالي ثمة من نقد بالكثير من السوداوية هذه الزيارة وطعنا فيها بصراحة. يعني شوف الأجواء العالم العربي حتى السياسية والإعلامية منها تأثرت بكل الخلافات السابقة، خلافات الخمس أعوام الماضية سادت أجواء من الكراهية وعدم الثقة والتشكيك بأي شيء كان هناك، كأنه سيطرة عامل المؤامرة على التحليل، حتى التحليل السياسي الإعلام كله انكشف كأنه ممول ومدفوع وكذا. والدول العربية هناك اصطفافات، كان هناك اصطفافات جعلت البعض يهاجم الآخر. لا يمكن فهم أي موقف
هجومي في الفترة الحالية باعتباره موقفا يقرأ اللحظة الراهنة باعتبارها مرتبطة بالمستقبل الواعد لمنطقة عربية أو غيره. أنا أعتقد أنه حالة التشكيك تنسحب أيضا على يمكن إعادة الاصطفافات بالمنطقة. الآن نحن يعني بصدد ربما إعادة الاصطفاف. هذا الاصطفاف مهم ألا يكون ضد أحد. أنا أعتقد أنه وإذا بدك ارتباطا بتاريخ السنوات الماضية أخطأت في اليمن وأخطأت في دمشق وأخطأت في صراع السني شيء إحنا بغنى عنه. إسرائيل ربما بدها تثير هذا الصراع لحرف الأنظار عن القضية الفلسطينية. يصير صراع إسرائيل يصير صراع مذهبي في المنطقة العربية. هذا كفيل بشعال حريق قدم ألف عاما آخر وهذا كله لحرف أولويات المنطقة العربية. أنا أظن أنه أنا مجموعة الأخطاء ارتكبتها السعودية. الآن هل هذا مسار تغيير أم هذا الزيارة لمصر إن كان في استمرار حالة الصراع التي قادتها السعودية خلال الفترة الماضية؟ لكن أنا أعتقد أن مصر صارت بنوع من التوازن، يعني أيدت باليمن لكنها لم تذهب بعيدا. في سوريا اعتبرت أنها لا يمكن أن تكون جزء من هذا الجنون في الإقليم لأنه تقاتل في سوريا من يقاتلون في سيناء عفوا من يقاتلون الجيش السوري في حمص وفي حماة وفي حلب. وبالتالي لا طبيعة الاصطفافات ربما أنه صحيح أن الدولة المصرية الآن في أزمة اقتصادية، الجنيه غالي كتير، الدولار جنيه انحدر، الدولار غالي كتير، هي بحاجة لبخ جزء من الاستثمارات السعودية. لكن بعتقد أنه الأمل كبير أن الدولة المصرية تستطيع أن تعيد يعني توازن المنطقة، وإن كان أنا أفهم أنه مجموع الاستثمارات السعودية قديش مؤثرة، لكن أمل أنه السعودية يعني هذه الزيارة هي إدراك من قبلها بأنه كل المعارك الدوكشيتية التي كانت في المنطقة انتهت بلا شيء، بلا شيء في اليمن، بلا شيء في سوريا. لا تركيا قدرت تجتاح سوريا، ولا السعودية قدرت بالقوات البرية، ولا القوات الإسلامية 30 دولة قدرت تعمل شيء. كله ثبت أنه صراعات عربية ما أنتجته هو إنهاك أكبر للجسد العربي وحرف الأنظار عن القضية الفلسطينية. طب نحن نعتقد بأن مصر هي الوحيدة القادرة على إعادة صياغة العرب العلاقات العربية العربية. سعادة السفير، هذه نحن نعتقد بأن هذه الزيارة أعادت سياقات العلاقة المفترضة ما بين مصر والسعودية إلى مساراتها المفترضة، تلك المسارات التي يشتهي كل العرب. هل هذا يعني أو هل لمثل هذا أن يعني أنه سيصار إلى إعادة علاقات العرب مجتمعين إلى سياقاتها المفترضة؟ هل ستكون هذه فاتحة خير وستنعكس بالإيجاب على إعادة العلاقات العربية العربية إلى المسار الصحيح؟ نرجو ذلك، لأن طبعا السعودية ومصر كل منهما لديه علاقاته الخاصة بمجموعة من الدول حتى في الإطار العربي، وليهم تأثير يتفاوت كلهم في محيطه أكيد. المباشر. وبالتالي أعتقد أن اجتماعهما مع بعضهم البعض ده طبعا هيكون له تأثير كبير على تشكيل النظام العربي والتعامل في القضايا التي تؤرق المنطقة في الوقت الحالي. وتقرب جدا السياسات المتضاربة للأسف الشديد اللي نعاني منها في خلال زي ما الأستاذ عطا الله أشار نعاني منها في المنطقة من 5 سنين تقريبا. أستاذ أكرم، هل أنا نعتقد بذلك؟ نفس السؤال أنا أسوق إليك، أنه عندما تعود العلاقة المفترضة بين مصر والسعودية وتبدأ بالتجلي وتنتج كل هذا الكم الهائل من الأهداف التي نريد التي تعود بالنفع على الأمة العربية بشكل عام ليس فقط على مصر وعلى السعودية، لكن عودة هذه العلاقة هل لنا أن نعتقد بأنها ستنعكس بالإيجاب وتنتهي إلى توحيد إلى بلورة أو إعادة صياغة العلاقة العربية العربية نحو هدف واحد، نحو موقف واحد، على الأقل لا أقول في القضايا التي تخص كل دولة على حدة، ولكن على الأقل في القضايا القومية العربية والقضية الفلسطينية مثال؟ يعني دعني أنا بعيدا في رؤيتي لهذا الموضوع. نعم، الوطن العربي كان خلال السنوات الماضية بعاد تغييره وعاد صياغته من جديد. بعد تحطيم بغداد احترقت دمشق، وأنا بظن كان يعني مطلوب أيضا سقوط القاهرة، وكانت الدول
العربية تسقط التي عددتها أنا، ودول قوية ودول قومية، أتحدث عن البعد العربي في هذه جغرافيا المنطقة، وكانت الأموال كلها تتكدس في شرق الوطن العربي وبالتحديد في منطقة الخليج، وكان رؤية ربما رؤية قاصرة. يعني عندما انشغلت العواصم الثلاث الكبيرة، أنا أقول عواصم بغداد دمشق القاهرة، بقضايا كان هناك محاولة لإزاحة ثقل القرار العربي نحو الرأسمال العربي في بعض دول الخليج، اللي بعتقد أنه يمكن أن رأس المال عندها، إذا القرار العربي يجب أن يكون عندها. وشفنا فضائيات كبيرة بتسقط دول، وشفنا دول صغيرة تقود الناتو وبتسقط زعماء في المنطقة. شفنا حالة من يعني شيء عربي لا يمكن، لسه بده تحليل لمئة سنة قادمة. على العموم أنا بعتقد أنه العودة للقاهرة، وهذا هو مضمون الزيارة، أنا أظن أنه فشل نقل الثقل العربي كله وتجاوز الدول الكبرى، على الأقل بقيت القاهرة. العودة للقاهرة الآن هذا يشكل اعترافا بفشل نقل الثقل السياسي نحو دول هامشية بالخليج العربي، وعودة التوازن السياسي. إذا ظلت القاهرة، هذه مقولة دائما يقولها كل العرب وكل الفلسطينيين وكل المصريين، أنه إذا القاهرة بخير الأمة العربية بخير، والقاهرة مش بخير هي كل الأمة العربية بخير، الكل بتمنى القاهرة. أنا أعتقد هذا التقارب، السعودية دولة وازنة، ربما يعني في دول أخرى خليجية ذهبت أبعد مما ذهبت في السعودية، يعني بالمال والسلاح والتمويل والإعلام وقيادة الناتو وغيره. أنا أعتقد أنه هذه يعني عودة بعد خمس سنوات من هذا التحطم وهذا الحريق، كله بينظر حواليه إلى يعني يمين ويسار، ويكتشف أنه ما عنده شيء. الولايات المتحدة الأمريكية أدارت ظهرها حتى لأقرب حلفائها، وبالتالي هذا ساهم في إعادة صياغة أنه ما حدش أنجز شيء، وكله تراجع لورا، والنفط سعره نزل، وعلى مستوى المنطقة في تدمير للمنطقة كلها، وما حدش قدر يعمل إزاحة للقرار العربي. ظل القرار العربي موجود، القاهرة على مرضها وعلى صعوبات الوضع فيها ظلت القاهرة، عادت يعني تشبيه كل الخيوط. أنا بظن هذه العودة مهمة بإعادة صياغة الجامعة العربية أولا، وما رأينا بالفترة الأخيرة، لأن الجامعة العربية غابت خلال السنوات الماضية، لأنه كمان القاهرة انشغلت وما كانش حد عارف أين يكمن القرار، وين القرار العربي راح، أين قوة القرار العربي، وين صاحب القرار، مين الدولة الأقوى، مين الدول الأقوى، وين التحالفات التي يعيد صياغتها في المنطقة العربية. الآن أنا بقول هدأت الأمور قليلا، وبدأت يعني الضباب بدأ ينزل وبدأ يغيب، وبدأت الرؤية تتضح أكثر. وكويس إذا الرؤية عند كل الإقليم كله بيقول إنه لا، الدول المركزية بقيت دول مركزية، يعني القاهرة دولة مركزية، الرياض دولة كبيرة، مهم هذا التحالف من جديد يعيد على الأقل إعادة صياغة الجامعة العربية، إعادة صياغة القوة في الجامعة العربية، لأنه تضح إنه القوة لا زالت موجودة، لا زالت عاصمتين كبار مركزيتين، حطمت بغداد، احترقت دمشق، بل لا زالت الرياض والقاهرة قوتين كبيرات ممكن أن يشكلات رافعا كبيرا للأمة العربية من جديد. استاذ أكرم، بكلمة واحدة، هل هذه الزيارة أكدت على قرب عودة مركزية الفعل المصري إلى حضنها المفترض، أقصد القاهرة؟ يعني بالتأكيد هذا دليل على أنه القاهرة هي القاهرة، ومصر يعني هي اللاعب الرئيسي في المنطقة، إذا لم أقل اللاعب الرئيسي. لكن أنا بقول أنه مطلوب من مصر الكثير، رعاية أكبر بالملف الفلسطيني. بصراحة أنا خلينا أستغل الفرصة بوجود السيد السفير موجود، لا يجوز هذا الإغلاق لمعبر رفح بهذا الشكل، في بعد إنساني يتجاوز البعد السياسي، في حالة مواد تشهدها مضبوط في خلافات سياسية مع حركة حماس، السلطة الفلسطينية موجودة، بس مصر تقسو كثيرا بهذا الإجراء. معبر رفح أنا بعتقد بالمعنى الإنساني إذا ما فتح يخفف كثيرا على المواطنين. شكرا جزيلا لك أستاذ أكرم عطا الله. دورها كبير والمواطنين في قطاع غزة يعملون. شكرا كثيرا. شكرا جزيلا. أحيانا تضطرك الظروف أن تكسو على أعز أبنائك إلى قلبك في سبيل تصويب سلوكه. شكرا جزيلا لك سعادة السفير وائل عطية، شرفتني أن كنت ضيفي في حالة سياسة لهذا المساء. شكرا على كل ما أفضت به لبرنامجنا. شكرا جزيلا لك. شكرا. وقت البرنامج لنا لقاء نجمعنا في حلقة أخرى قادمة، حتى يحين ذلك لكم محبتي، وإلى أن نلتقي بحول الله.